أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القصف المباشر المتبادل بين إيران وإسرائيل يسهم في رفع مخاطر تصعيد الصراع الإقليمي خارج قطاع غزة. وأوضحت فيتش أن الاحتواء السريع للقصف المتبادل سيقلص احتمالات حدوث تداعيات كبيرة على إسرائيل والدول الأخرى في المنطقة والأسواق العالمية، لافتة إلى أن استمرار الحرب في غزة إلى ما بعد النصف الأول من عام 2024 واتساع نطاقها قد يثير أوضاعا غير مواتية للنمو الاقتصادي وصعوبات في ضبط أوضاع المالية العامة باقتصاديات الشرق الأوسط.